سلام فراشاتي، خياتي، خوتي، حباباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ان شاء الله تكونوا كامل بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم في قناتي المتواضعه والمتنوعه والمفيده بحد ذاتها. ان شاء الله تكونوا تستفادوا كامل من الوصفات اللي راني نحطها لكم، وشكرا لكم كامل اللي راكم تدعموا فيا. وما تنساوش جيم وخليوا لي تعليقات ودقوا على زر الجرس وشاركوا القناه على نطاق واسع، وبارك الله فيكم جميعا. اليوم راح يكون فيديو قصير بالبزاف، حبيت نفيدكم بواحد المنتوج اللي هو منتوج جد رائع. حبيت نفيدكم لانه لقيت بزاف يشتكوا من القرلوات والنمل والقمل والعقارب. جبت لكم واحد الدواء، واش نقول لكم خياتي خوتي، والله العظيم يعني مانيش ندير اشهار لكن عن تجربه، يعني هكا بزاف 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 رائع هذا المنتوج. انا جربته شحال من مره، جربته وهاهي ليك يعني اللي تجي لداخل غبره هاهي ليك. حبيت ننصحكم به للنمل، انا درته للنمل، ما بقات نمله عندي في الدار، يعني دخل النمل رغم اني نسكن في العماره ما بقى نمل في الدار. درته في شعر الابن تاعي للقمل، يعني ما كاش لي ما يجيش القمل، هذه راهي يجيبوه من برا عدوى، لا تبداو تزخوا علينا كامل فات علينا القمل. المهم انا مانيش باغيه نقطع شعر تاع وليدي لانه شعره طويل وكبير. اذا انا نصحوني بهذا المنتوج تاع القرلو، ولا درته في شعر وليدي ثم غطيته بالساشي وخليته ساعه، لقيت كامل القمل ميت، يعني هبط لي فروة الراس وميت. واللي حبت تديروا يعني القمل على كي ديروا المره الاولى على 4 ايام ولا تعاود تواسي، لانه السيبان هذاك ماشي كامل راح يموت، عاودي راح يتفقس، عاودي ديروه المره الثانيه. النمل ديروه في المكان النمل، ما تلقاو حتى نمله، تلقاوه كامل ميت. القرلو يهنيكم كامل من القرلو ما بقى عندي قرلو هنا في الدار. انا برك انا حطيت لكم هذا المنتوج هدايا لانه عجبني بالبزاف وبزاف شكروه، وشت بزاف يحوسوا على دواء فعال للقرلو والنمل والقمل، والبزاف فيه حتى ناموس وقيلة ولا حشرات العنكبوت مانيش عارفه هذا واشن، والعقرب يعني العقرب الاسود. ان شاء الله نكون وصلت لكم هذا المنتوج هذا، اهو ليك راهي باين باع ب 10000، ماهيش حاجه كبيره بصح يشد لكم وتجي تفاعل. اتهلاو في روحكم، ما تنساوش ديروا لي جيم، خليوا لي تعليقات، والى اللقاء.